السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة موضوع حلقتنا وهي الحلقة الرابعة، وانا ان شاء الله جايب لكم بعض الصور للسلالات اللي معروف بيها او المتواجدة بفضل الله، وان شاء الله انتظرونا في حاجات كتير جدا. طبعا الصورة اللي قصاد حضراتكم ده عجل الابرادين، عجل الابرادين دوت هو عجل الانجس، تمام كده. بعد كده سلالة الهيرفورد، وزي ما انت حضراتكم شايفين في الصورة كذا صورة للعجل الهيرفورد، بعد كده عجل السيمنتال، بعد كده ده عجل الهولشتاين. وطبعا كل السلالات ديت بيتحول تحولات ممتازه. طبعا الازرق البلجيكي سلاله معروفه وتميز بحاجات كتير جدا، وهي متميزه بالكتل العضليه. طبعا سلاله الشورت هاون زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم كده، طبعا وسلاله الليموزين لا غنى عنها، سلاله معروفه ومتميزه، وان شاء الله بفضل الله هتنتظرونا ان شاء الله في مميزات كتيره جدا عن السلالات اللي قصاد حضراتكم ديت. طبعا سلاله الاير اللي انتم شايفينها ديت، وطبعا سلاله البراون، وطبعا سلاله كمان الجيرسي، ودي سلاله بتتميز برضو بانتاج الحليب، وطبعا سلاله النورماندي، وسلاله البيف ماستر، ودي سلاله معروفه برضو هي شبيهه للعجل الانجس، وسلاله السانتا جروس. وسلاله السانتا جروس ديت برضو سلاله متميزه ولها مميزات كتير جدا. تابعونا في القناه وما تنسوش لايك للفيديو، وان شاء الله باذن الله يوصل لكم منا كل جديد. وان شاء الله طبعا السلاله اللي قدام حضراتكم دي معروفه جدا، يعني سلاله الشارولي، وديت سلالات كتير جدا جدا جدا، واحنا نتمنى من الله التوفيق للجميع. وسلالة الهولشتاين سلالة معروفة طبعا، وهناك ايضا سلالات عراقية زي ما انتم شايفين في الصورة كده، ديت برضو سلالات، سلالات مغربية، سلالات سودانية زي ما انتم شايفين كده، دي كلها سلالات، وفي سلالات افريقية برضو. كل ده ان شاء الله باذنك يا رب العالمين هنكلمكم فيه، وهنعرفكم الدنيا بتاعته ماشية ازاي. انا اتمنى من الله التوفيق للجميع، وانتظرونا دايما في كل جديد وحلقات جديدة، وان شاء الله بالتوفيق للجميع. وما تنسوش اللايك وتفعيل زر الجرس والاعجاب عشان يوصل لكم منا بفضل الله كل جديد. كان معكم محمد ابراهيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.